اولا كلمه بي سي دي يعني بعض الاحيان بيسبقوا كلمه بي سي دي ب 8 4 2 1 بي سي دي. الناس اللي بتتكلم نوصل من حضرتك زي ما اتفقت مع حضرتك مرارا وتكرارا ان الغرب بيستعمل الالفاظ بدقه وبمعنى مقصود. فالرقم اللي بيدوفه الهدف اللفظ اللي بيدوفه الهدف. فتعال نشوف اولا معنى الارقام اللي قدامنا. معنى الارقام اللي قدامنا دي قال لك هنا ان الديجيت بتاعك لن يتخطى 4 بت. يعني في البي سي دي الديجيتس بتاعتك لن يتخطى تمثيله الفور بت. بمعنى هنا ده الويت بوزيشن. يعني لما تيجي تفسر الرقم هتستعمل الويت بوزيشن اللي هي 2 اس 0 اللي هي بتبقى 1 2 اس 1 2 2 اس 2 ب 2 2 اس 3 ب 8 وعليه بدل الكود ب 1 2 3 8 1 2 4 8. هنا ده معناته ان الرقم بتاعها هينحصر بقيمه الفور ديجيتس دوما. يبقى اقصى رقم هيكون موجود هو 0 ل 15. فدي الحته الاولانيه او التصور الاولاني اللي هو 8421. وقلنا ان ده وفقا للويت بوزيشن 1 2 ذا باور 0 2 عباره عن 2 ذا باور 1 4 2 ذا باور 2 8 2 ذا باور 3. وده استنتجنا منه ان اللوست نمبر هيكون 0 الهايست نمبر هيكون 15. هنرجع لكلمه بي سي دي. يبقى اذا هنا الديجيتس بتاعي مبدئيا وهنبدا نصنف مبدئيا من 0 ل 15. هل ده على العموم؟ لا، هيبدا في التخصيص. ده التعويم، ده التعميم. هيبدا في التخصيص. التخصيص ايه هو؟ باينري كود ديسيمال كود. يعني باينري كود الديجيت ده هيمثل باينري. باينري كود معناها ايه؟ الديجيتس اللي هيبقى جوه منظومه البي سي دي هيمثل كما سبق باينري، وباينري وفقا للويت 1 2 4 8. لكن ارقامه هي ارقام الديسيمال. انت بتكتب لوغاريتمات يا دكتور؟ لا، مش لوغاريتمات. ارقامه كارقام الديسيمال اللي هي ارقام الديسيمال المتاحه من 0 لكام؟ 9 ل 9. يبقى اذا هنا الارقام اللي هتبقى في البي سي دي رغم ان دي بتديني اتاحيه ان انا اتحرك من صفر الويتس دي تديني اتاحيه ان انا اتحرك من كام؟ من صفر لكام؟ ل 15. لكن نظرا ان انا باينري كود ريبريزنتيشن للديجيتس دي، لكن هيكون اللاست وانا هيكون كام؟ 9. يعني هنا الارقام المتاحه هتبقى بالشكل ده اللي هي 1 ها 2 ها 3 الى ان نصل لكام حبايبي؟ ها ل 9. يبقى التسعه هم الديجيتس في منظومه البي سي دي. يبقى ارقام ديسيمال من 0 ل 9 عشان كده قلنا ديسيمال كود. لكن هذه الارقام مش هتمثل ديسيمال، هتمثل ايه يا جماعه؟ باينري. عشان كده سميناها باينري كود. رغم ان المتاح ليا، طب الكود الويتس دي هتيجي منين؟ من الويتس دي. يعني 9 هتبقى ازاي؟ 2 تو ذا باور 0 يبقى هنا 1 و2 تو ذا باور 3 هنا يبقى كام؟ 8. يبقى مجموع الاثنين دول كام؟ 9. يبقى 1001. وصل للرساله ولا مش وصل؟ طيب 42 بقى تمثل ازاي يا دكتور؟ قال لك هنا كل رقم في الديسيمال هيوصل منفصلا عن بعض. يعني هنا لو انا عايز امثل 48 فهمثل الديجيت ده باينري وامثل الديجيت ده باينري. يبقى ال 8 هتبقى 1 0 0 0 وفقا للويتس دي، وال 40 ال 4 هتمثل 0 0 1 0. هنا مش هطبق قانون المعادلة المكانية. هنا كل ديجيت هيوصل ايه يا جماعة؟ منفصلا. موصل ايه يا جماعة؟ منفصلا. تمام يا شباب؟ يبقى هنا الرقم بتاعي هنا اهو
ديسيمال فاليو لانه محصور ما بين الزيرو والتسعة لكن ممثل بباينري كود وفقا للويس اللي قدامنا ده عشان كده حط شفت اللفظ يبقى ادراكك لللفظ اغناك عن ان انت تقرا صفحات طوال في المعنى فاهمين قصدي يا شباب يبقى اذا هنا 1 2 4 8 ده تلميح ان الباينري فاليوز بتاعتك هتبقى وفقا للمعادله القيم المكانيه للواحد والاثنين والاربعه والثمانيه يبقى اذا الارقام اللي هتمثلها هتكون اقلها الزيرو واقصاها كام 15 ده التعميم في الحته دي بس لكن التخصيص هنا هيبقى ارقام الديسيمال كود يبقى هنا عمل ايه خلى التعميم ايه مخصص يبقى الديسيمال كود من كام لكام من 0 ل 9 ممثلا بالايه بالباينري وفقا للويتس اللي قدامنا دي وصلنا كده يا جماعه ولا مش واصله وعليه يبقى 48 4 8 طيب لو عايز امثل كمان واجمعها بالمره على 29 ها ملوني يبقى هنا من الشمال لليمين ها 0 0 1 0 ده رقم كام؟ 2 وال 9 1 0 0 1 طب عمليه الجمع هتتم ازاي؟ يا عم ده جميله خالص اقول لك والله هي جميله فعلا بس خليك معايا اوعى تقع في فخاخ ما ينفعش كمهندس تقع فيه اجمعوا معايا كده يا رجاله ها 0 1 1 0 0 0 0 0 وايه؟ ومعانا الواحد اولا هقف عند ده شويه لان احنا ما نعرفوش ليه يا دكتور ده كاري اقول لك لا في البي سي دي ده له معنى وله تبعيه ده بيسمى هاف كاري الهاف كاري ده لاهميته في عمليه الجمع في البي سي دي بنخصص لها فلاج اسمها اوكسيلري فلاج في الماضي في المحاضره الماضيه اقصد دي المحاضره اللي فاتت واللي قبلها كان عندنا ما يعرف بالكاري فلاج وقلنا الكاري فلاج بيتخزن فيها اما الكاري او البرو بس اللي بيظهر في النهايه فاكرين يا شباب الكلام ده كنا بنسميه الايه الكاري فلاج وكان عندنا حاجه اسمها الاوفر فلو فلاج اللي هي مكان بخزن فيه حاله الاوفر فلو عشان اقول للمايكروبروسيسور ان العمليه دي خاطئه ما تدنيش عليها حساباتك المستقبليه يبقى كده عندي كام فلاج كده اتنين خدناها كاري فلاج وده الموضع بيخزن فيه المايكروبروسيسور بتاعي الكاري اللي هو الاند كاري اللي هو ايه يا شباب الاند كاري والاوفر فلو اللي هي بتوضح له اذا كانت الحاله صحيحه ولا خطا اسمها اوفر فلو فلاج وعندنا دلوقتي اوكزيلري فلاج بيتخزن فيها ايه الهاف كاري ما هو الهاف كاري الهاف كاري هو الكاري اللي بيطلع من البيت بوزيشن 3 رايح للبيت بوزيشن 4 او لو كان في هنا ديجيت ثالث يبقى طالع من البيت بوزيشن 7 رايح للبيت بوزيشن 8 فمين قصدي يا شباب؟ يعني بمعنى ده الكاري اللي طالع من ديجيت راح لايه؟ لديجيت تاني. هل يعني ايه اهميته؟ تعال نكمل ونشوف ازاي نتعلم التصحيح، لانك لما تقع في الحفره هتتفاداها المره اللي ايه؟ اللي جايه. تعال نكمل جمع. ها؟ ها؟ 1 0 0 1 عايز اسمع صوتك ها؟ 1 ها؟ 1 ها؟ 0 طب تعالى كده نجمع جسمك كده 8 و 9 17 معانا 5 و 2 7 طب الرقم ده يبقى كام؟ 71 عملية الجمع صح؟ رد عليا لا ليه؟ لأنك طبقت تراكمك المعرفي فقط في الجمع بالبيانات وتجاهلت اللي أنت بتجمع في منظومة ثانية، المنظومة اللي إحنا بنجمع فيها دي اسمها إيه؟ بي سي دي إيه؟ أديشن بي سي دي إيه يا جماعة؟ ما قلتش باينري أديشن فهنا لو أنت طبقت ما إحنا ماشيين باينري أهو دكتور قلت لك أنا اعترضت عليك لكن هنا في بعض من الملاحظات يجب ان تكون في ذهنك. ظهور الهاف كاري دلاله على لابد ان يحدث كوركشن في الديجيت اللي ظهر منه الكاري. في الديجيت يعني في الرقم اللي ظهر منه الكاري لابد ان انا اعمل تصحيح. يبقى هنا اول ملاحظه ايه يا شباب؟ ها ظهور ها
الهاف كيرف لا كذب في حته يا جماعه اوكسيلري فلاج اسمها اوكسيلري معناها مساعده اوكسيلري فلاج الايه الفلاج المساعده هنا المايكرو بروسيسور بعد ما يعمل عمليه الجمع زي ما احنا عملناها دلوقتي احنا عملنا عمليه جمع باينري عملنا عمليه جمع يا شباب باينري يوم رايح هو يروح يبص على الاوكسيلري فلاج لقى فيها زيرو معناها ان ما حصلش ايه يا جماعه هاف كيرف لقى فيها 1 معناها ان انا هاف كيرف صح الكلام طيب ايه الفجوه يعني استفاد ايه يا فرحتي اه في هاف كيرف هعمل ايه يعني هنا دلاله على ان الناتج عمليه الجمع في الديجيت اللي ظهر منه الكيرف اللي هو مين دلوقتي يحتاج الى تصحيح طيب حضرتك التصحيح ده عامل ايه قال لك اضيف صفر هتقول لي اشمعنى اقول لك حقك اقول لك ايه حقك اللي انت تعرف اشمعنى اشمعنى هقول لك خد بالك احنا عدينا من كام لكام من صفر تسعه طب ما فين الاي والبي والسي والدي والاي ها لان انا قلت الويت ده يديني كام رقم 16 من صفر يعملوا لي كام رقم كده منهم كام رقم 10 اتفضل طب اشمعنى 6 برضه هقول لك تعالى كده هو انا اما كنت في الجامعه في الديسلم كنت بقول مثلا ايه 9 زائد 1 كنت بتقول لي ايه صفر اللي هو الكاري اهو صفر معاك طيب 9 زائد 2 1 طيب زائد 3 2 ومعانا الواحد طب كذا الحال هنا لو جمعت على الايه اللي هو 10 صح كده؟ اللي هو من اول هنا ايه؟ 10 اللي هو طبعا هيبقى هنا 1 0 1 0 اللي احنا كنا بنكتبه اكس سبليت كام يا شباب؟ بايه؟ لجيت كام؟ 1 1 1 1 اللي هو كنا ايه يا شباب؟ اف كان من 10 ل 15 كان عددهم كام ديجيت يا شباب؟ 6 ديجيت تعالى نجمع كده هيبقى هنا 0 و 0 0 1 و 0 1 0 معانا الواحد 1 و 1 0 معانا الواحد 1 و 1 0 معانا الهاف كار اللي احنا بنقول عليها يظهر ده مش كده؟ رجعني لمين؟ لاول ديجيت اللي هو مين؟ صفر. طيب لو جمعت على البي 6 البي اللي هو 1 0 1 ورحت جمع عليه 6 اللي عليه الدور انه يظهر كام بقى؟ 1 ومعانا كاري اجمع كده 1 ها 0 ومعانا 0 ومعانا مش سامع صوتك 0 ومعانا اللي هو الديجيت الثاني اللي في الايه؟ اللي في المنظومه يبقى احنا بنعمل محاكاه للديسمال ولا ما بنعملش محاكاه للديسمال؟ معايا يبقى التسعة لو جمعت عليها واحد هتبقى صفر ومعنى الواحد التمانية لو جمعت عليها اتنين هتبقى صفر ومعنى واحد فاهمين قصدي يا شباب هنا بقى الستة لما اجمعها على البي هتبقى واحد ومعنى طيب ها بعد البي ايه سي بعد البي ايه سي يبقى هيبقى معايا ايه اتنين ومعايا واحد فاهمين قصدي يا شباب اه سي اللي هي صفر صفر واحد واحد ستة ها صفر ها واحد ها صفر ومعنى صفر معانا اللي هو مين؟ يبقى اذا هيردني اما اجمع على سته يردني للفاليد ست اللي هي من صفر لكام؟ لتسعه لان دي الفاليد ست في المين؟ ودمت ايه يا دكتور دمت؟ دمت انفاليد يعني لو ظهروا مش هبقى عارفهم مش هتعرفهم ازاي ده انا عارفهم اقول لك انت فكر بمنظومه مين؟ البي سي دي فكر بمنظومه مين؟ البي سي دي يبقى هنا في البي سي دي هنا الرقم بتاعي سواء كان A لو جمعت على 6 هيبقى 0 ومعانا الواحد، سواء كان B لو جمعت على 6 هيبقى ايه؟ 1 ومعانا الواحد، سواء كان C لو جمعت على 6 هيبقى 2 ومعانا الواحد، الـ D 3 ومعانا الواحد، الـ E 4 ومعانا الواحد، الـ F 5 ومعانا الواحد، صح الكلام؟ يبقى في النهاية الخمس ست حالات دول هيرجعوا لي الحالات في البي سي دي ولا مش هيرجعوا لي الحالات في البي سي دي؟ وهيبقى معايا كاري واحد. طب تعالى نجمع كده المنظومة بتاعتي. وعليه بعد المايكرو بروسيسور اما ينفذ الستيب نمبر 1 هيروح يتشيك الاوكسيلري اللي فلاج في الستيب نمبر 2 اللي لقى الاوكسيلري اللي فلاج بتساوي 1 دلاله على انه لابد ان الديجيت اللي ظهر منه الهاف كاري عامل له كونكشن بمقدار كام يا جماعه؟ 6 واحد 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 زيرو واحد 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 زيرو اللي هو ده رقم كام ده؟ دي أول حاجة
دي اقول يا جماعه حال. هل الحالات انقضت؟ لا. تعال نجمع حاله ثانيه. تعال مثلا وليكن نجمع 5 9 9 زائد 15. نزود العمليه شويه عشان اعرفك ان الهاف كاري ممكن يظهر في حته ثانيه. يظهر في ايه؟ في حته ثانيه. هنا 0 1 0 1 فروم رايت تو ليفت. بس لما اجي اجمع بجمع فروم رايت تو ليفت وما اجي امثل فروم ليفت تو ايه؟ تو رايت. يبقى هنا 5 9 9. ده تمثيل الرقم الديسيمال في الصوره البي سي دي. 15 طبعا انا هنا مفيش ديجيت في الحته دي. يبقى هبدا من اول هنا 0 0 0 1 5 اللي هو 0 1 0 1. هنا بقى نجمع اجمع واكتشف الخطا معايا. ها اجمع كده 1 1 1 و 0 0 1 1 و 0 ها 1 1 ها 1 ها ها ده هينزل 0 1 0. الرقم ده كام؟ غلط. طب الرقم ده كام؟ على تقل له 10. غلط. مش عارفين ليه؟ انت ما زلت ولك العذر الان لكن ليس لك العذر غدا. ما زلت بتفكر بالباينري. ما زلت بتفكر ايه؟ باينري. الرقم ده 14 يا دكتور. غلط. لان انا بفكر بي سي دي وانت بتفكر ايه؟ باينري. هنا احنا قلنا ان انا عندي من بعد العشرة انفاليد سيت. فانا ما اعرفش. فانا يا شباب ما اعرفش. 0 1 0 1 ده باينري 10. لكن بي سي دي نوت اندرستاند. ما اعرفش. مش عارف. ليه؟ ليه مش عارف؟ لانه مش واقع في الفاليد سيت. يعني مثلا لو انا اتخيل معايا الارقام الديسيمال من كام لكام؟ من 0 ل 9. واي رقم هيبقى 9 و1 و2 من اي رقم. زي مثلا 394 يبقى ال 4 وال3 وال9. طب ينفع اقول لك الرقم الديسيمال ده 1 اي 3 0؟ طب ليه انت قلت ما ينفعش؟ عشان ضمنته ايه؟ ايه؟ وانت قلت ان هو ايه؟ ديسيمال. والايه ليس احد ارقام الديسيمال. فالرقم ده اكيد مش ديسيمال، صح الكلام؟ او ما ينفعش لو انت ما تعرفش غير الديسيمال. الرقم ده كام يا رجاله؟ ما نعرفش. طب الرقم ده كام؟ يبقى انا محتاج اعمل كوركشن. يبقى انا دلوقتي اذا عمل لي كوركشن كم مره؟ عملت كوركشن كم مره؟ مرتين. في حاله ظهور هاف كاري دلاله على ضروره عمل كوركشن في الديجيت اللي طالع منه الايه؟ الكاري. واصله؟ بالمثال السابق. طب هنا ما حصلش هاف كاري. لكن ظهر هنا رقم انفاليد وهنا رقم انفاليد. انت لسه قايل لنا دلوقتي التصحيح ان انا اضيف كام؟ 6. لان هيرجعني المنظومه بتاعتي معايا 1. يبقى هنا تعالى نجمع. هنا هنجمع 6 1 1 1 لان رقم انفاليد. وهنا كمان؟ هنا كمان هجمع كام؟ 6. طب ومعينا بالمره هنا كمان يا دكتور. طب ليه هنا؟ لان ما اعرفش. ما ينفعش يا دكتور. ليه ما ينفعش يا دكتور؟ عشان ده رقم فاليد ولا انفاليد؟ رقمه؟ 5. رقمه 5. يبقى هجمع 0 0 0 1 1 صفر معانا 1 1 1 1 1 0 معانا الواحد. هنا الواحد ده ما يعتبرش هاف كاري لانه في جاي ظهر فين؟ في الكوريكشن. ليه؟ لان من الطبيعي ان انا لما اجمع واحد في الفاليد سيت يظهر الرقم في الفاليد سيت ومعانا واحد. طب قصدي يا شباب يعني الهاف كاري ده مش معناته ان انا محتاج اعمل كوركشن. بس ده ناجم منين؟ ناجم من التصحيح. ناجم من لان لابد اما يبقى رقم انفاليد اجمع عليه 6 لازم هيظهر ايه يا جماعه؟
كان. لازم هيظهر ايه يا جماعه؟ كان. وصل يا شباب؟ يبقى هنا ها 1 و 0 و 0 واحد 1 0 معانا 1 1 1 1 ها صفر معانا ها واحد صفر هيبقى الناتج بيساوي كام هنا ها 4 1 6 تجمع كده 9 و 5 14 4 معانا الواحد كده كام 11 معانا الواحد وصل يا رجاله؟ السمع صوت وصل يا رجاله؟ وصل. يبقى في الجامعه البي سي دي عندي كام حاله يرد فيها الكوركشن؟ اثنين. متى يحدث كوركشن؟ كم حاله؟ الحاله الاولى؟ هي الحاله الثانيه؟ ظهور رقم غير معرف بي سي دي. وصل ولا لسه يا شباب؟ وصل؟ طيب ما هو تعريف العبقري؟ كاري ظهر من البوزيشن كام؟ 3 رايح لمين؟ الأربعة أو 7 رايح لمين؟ بمعنى أضغط من ديجيت لديجيت أب. فأي إشكالية كده يا شباب؟ ده اسمه إيه؟ أسمع رجالة يتخزن في الحتة الأكسلري فلان. يبقى الاستيب رقم 1 هعمل إيه؟ هجمع باينري وكأني ما أعرفش عن البي سي دي حاجة. صح كلام؟ يبقى همثل الرقم كل ديجيت لوحده الثمانية مثلتها، الأربعة مثلتها، التسعة مثلتها، الاثنين مثلتها، مفيش أبسط من كده. صح الكلام؟ هجمع باينري كالمعتاد. لو ما حصلش أي مفاجآت زي الكيس دي هيبقى ده الناتج الصحيح وانتهت القصة على كده، فأي مشكلة؟ ظهر أول مفاجأة، ظهور المفاجأة الأولى اللي هي الإيه؟ يبقى لابد إن الرقم اللي قبليه، الرقم اللي صدر منه الكاري ده أعمل له إيه؟ تصحيح، بإضافة 6. طيب الصورة الثانية للتصحيح ظهور أرقام غير معرفة في الفاليد سيت اللي هي بتاعت البي سي دي. الفاليد سيت عندي من كام لكام؟ طيب من ال A لل F فاليد أور نوت فاليد؟ نوت فاليد. أعمل لها إيه؟ أردها للفاليد سيت بجمع؟ هي دي الحل. وصل يا رجالة؟ هو إمتى أول حاجة لازم أعرف إمتى أنا هقع في الفاليد سيت؟ وإمتى هيبقى عندي هافكر؟ بمنتهى البساطة هيبقى عندي هافكري لو جمعت رقم فاليد على رقم فاليد اخر، يعني لو جمعت 8 على 8 هيبقى الناتج صفر ومعانا واحد اللي هو الهاف كات. مش كده برضه يا جماعه؟ 8 اللي هي 1 0 0 0 على 8 ثانيه 1 0 0 يبقى اذا الناتج هيبقى 0 0 0 0 رقم فاليد ولا مش فاليد؟ فاليد. بس الكاري اللي احنا سميناها هاف كاري هيبقى دلاله على ان الناتج غير صحيح ولا الناتج غير صحيح ولا صحيح؟ ناتج غير صحيح. يبقى اذا انا لازم اجيب الورست كيس. ايه الورست كيس؟ او ان الرقم بتاعي وقع في الانفاليد سيت اما جمعت 3 على 7 جاب لي 10 اللي هي وقع فين؟ في الانفاليد سيت. طب اقصى تقدير ايه؟ ان انا اجمع 9 على 9 ويكون عندي كاري من منظومه قبل كده، صح الكلام ولا انا غلطان؟ في اسوأ من كده؟ ردوا عليا. لان اقصى قيمه تقديريه كام؟ 9 والحاله الثانيه هجمعها على كام؟ 9 وعندي كمان كاري اللي هو كام؟ واحد. يبقى كده المظبوط بتاعتها هيبقى اقصى رقم فيها كام؟ 18. صح الكلام؟ او 19. 9 زائد 9 ب 18 زائد 1 تعالى نمثل ال 19. عرفت ازاي بفكر؟ يبقى دايما في الديزاين بتاعي لازم افكر بالاسلوب. انا هوصل للكلام اللي كان بيقوله الاسم السيد. هوصل للكلام بتاع السيد بس بطريقه سيستماتيك شويه. طريقه المهندسين ازاي يا دكتور؟ دلوقتي خلاص انا عايز اجيب اسوأ تقدير ممكن. يبقى هجمع 9 زائد 9 زائد 1 اللي هو جاي لي من مين؟ من كاري. زي ما قلنا هنا يعني وارد ان يكون الرقم ده كان 9 والرقم ده كان 9 ونتج كاري جاي لي من المرحله الاولانيه. ده اقصى حاجه، ده اقصى تصور. صح كلام رجاله ولا لا؟ يبقى اذا المنظومه دي اقصى حاجه فيها تكون 19. هستاذنك في ان انا مش هضيع وقت بس همثل ال 19 رقم على السبوره. يبقى اذا هنا هيكون عندي هاف كاري وهيكون عندي السميشن 3 السميشن 2 السميشن 1 السميشن 0. طبعا اقصد السميشن النواتج اللي هتظهر لي تحت. الاحتماليات الوارده انا عندي من الصفر للتسعه على الصفر للتسعه، يبقى انا اخر حاجه ممكن توصل لي من صفر ل 19. فانا هكتب الصفر
طبعا هنا عملت 15 ديجيت علشان رقم 19 مش هيمثل في 4 ديجيت. طب نقص يا شباب. وهنا لما يظهر الهاف كاري من بعد ال 10 هيبدا ممكن احتماليه يظهر ايه يا جماعه؟ هاف كاري صح؟ انا كمهندس لازم يبقى افكاري تفكيري منظم بالشكل ده. الورست كيس هي جمع فاليد ست فاليد نمبر من الست الفاليد اللي عندي اللي هي 9 على نمبر فاليد ست اللي هو كان برضه 9 مع وجود تاني من المرحله السابقه اللي هي 1 يبقى اقصى قيمه ممكن تظهر لي اللي هي 19. مفيش احتماليه ان انا اوصل لرقم 20 صح الكلام؟ يبقى كده الارقام بتاعتي من 0 ل 19 وليس هناك اي احتمال لوجود رقم 20. في اي اشكاليه يا شباب؟ عظيم جدا. خلاص يا رجاله؟ تمام. اعمل ايه كمهندس؟ ابدا اشوف ايه الحالات اللي لا شك ان هي ما فيهاش مشاكل. صح كلام يا شباب؟ لو كانت النوادج بالشكل ده لا يمكن يكون في مشكله. ليه؟ مفيش هاف كاري يبقى مفيش ضروره ان انا اعمل كوركشن بظهور هاف كاري زي الكيس الاولاني. مفيش انفاليد نمبر اللي هو ابتداء من الايه لغايه الاف يبقى مفيش ضروره ان انا اعمل الكيس الثانيه بتاعه الكوركشن. يبقى لو الرقم بتاعي في الست في الصور دي اللي انا عملتها بالخط دي في ضروره ان انا اعمل كوركشن يا رجاله ولا مفيش؟ حلو الكلام. يبقى اذا هقارن الحالات اللي ممكن يحصل فيها كوركشن بالحالات اللي هي لا يمكن ان يحصل فيها كوركشن عشان اعرف موضع الكوركشن ازاي هستدل عليه. طبعا ظهور الحاله دي تستوعب كوركشن ولا لا يا شباب؟ ودي 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 ده اهي حالات انفاليد وفيها الهاف كاري بيساوي كام يا جماعه؟ هنا فيها هاف كاري؟ لا بس في ايه يا شباب تستوجب الكوركشن؟ في انفاليد نمبر مش موجود في الفاليد ست اللي هو كام؟ الاي والبي والسي والدي والاي والاف. طب هنا الحته دي ظهرت في الاول بس طب في مشاكل؟ لا لكن المشكله فين؟ الهاف كاري. الهاف كاري يبقى هنا مشكله الانفاليد ست صح؟ هنا مشكلة يبقى انا كده جمعت كل الاحتمالات ولا لا؟ ابدا اقارن بقى. ايه الفرق ما بين النماذج دي والنماذج اللي فوق؟ يبقى هنا اول حاجة قارنها الزميل قال لي هنا الاس 3 هنا بصفر وظهر هنا بس مع مين؟ حالات ما فيهاش صفر. يعني بص هنا الاس 3 دي مع الاس 1 ظهر زيهم كده مع بعض الاثنين محايد. بص كده الاس اما كانت بواحد كان دي بكام؟ بصفر. اما كانت بواحد كان دي بكام؟ بصفر. طب اما كانت دي بصفر كان دي ممكن تبقى بكام؟ يعني في ال 10 حالات اللي فوق من الصفر للتسعه في امكانيه ان يبقى اس واحد بواحد واس 3 بواحد. رد على حبايبي. لا يبقى ده حالتين هم هنا وهنا. وصل ولا مش وصل يا رجاله؟ رد عليا. يبقى اذا هنا الاس 1 والاس 2 اما اضربهم في بعض ويكون الناتج بواحد دلاله على اني واقع في الحالات دي. صح الكلام؟ هنا لو ضربت اس 1 في اس 3 هيبقى بزيرو، اس 1 اس 3 بزيرو. بزيرو، بزيرو، ها؟ زيرو، زيرو. يبقى هنا الاس 1 في اس 3 بكام يا شباب؟ اسمع صوتك. اس 1 قال الاس 3 شوف بيه زيرو. هنا هيبقى بكام يا رجاله؟ واحد في الاربع حالات دوما. صح كلام؟ طب الاربع حالات دوما طب يبقى بواحد دلاله على ان الرقم بتاعي اس 1 اس 3 لما يبقى بواحد دلاله على الرقم بتاعي اما ايه او بي او اي او اف. يبقى استني هستلزم انه يكون ايه يا جماعه؟ كاري. كمل. اس 2 واس 3 اس 2 واس 3 اس 2 واس 3 لم يجتمعوا هنا مع بعض مع اس 3. هنا اس 2 كان بصفر بصفر اما كان اس 3 بيساوي كام؟ ها؟ واحد. بينما اس 3 لما بصفر اما كانت اس 2 كان بايه؟ مظبوط يا شباب؟ واحد. يعني برضه اس 3 في اس 2 في الفاليد ست هيبقى بكام؟ رد عليا. يبقى انا لو ضربت اس 1 اس 3 وطلع بصفر يبقى انا مطمئن. انا بتكلم في حته حديده. يبقى انا الحديده بتاعتي ديت اللي هي الدايره بتاعتي مطمئن ان انا واقع في الفاليد ست. صح كده يا رجاله ولا مش صح؟
اما اذا اتضح ليا ان اس 1 اس 3 او اس او دي معناها ايه يا جماعه؟ او اس 3 في كام يا حبايبي؟ 1 اس كام؟ 2 بيساوي 1 اللي هي الاربع حالات هم. صح الكلام يا حبايبي؟ دي دلاله على ان رقم من ارقام النواتج بتاعتي وقع في الانفاليد ست. واضحه ولا مش واضحه يا رجاله؟ وعليه يا دكتور ايه الحل يا دكتور؟ يبقى دول الحالتين مع بعض ولا حاله وتجاهل الاخرى؟ حالتين مع بعض. ليه؟ لانها وارد يكون الحالتين دول او الحاله دي، صح الكلام؟ الاربع حالات دول او الاربع حالات دول. يبقى على صوت اما اجي اعمل كوريكشن احطهم مع بعض ولا احط واحده واسيب الثانيه؟ مع بعض الايه؟ لان دي او دي، ولان دي او دي، يبقى كلمه او معناها ايه يا جماعه؟ يبقى البولت اكسبريشن بتاعتي هتبقى اس 3 اند اس 2 او اس 3 اند اس 1. طبعا دي عشان تبقى اوبتمايز كده هيبقى محتاج 2 جيت اند وواحد جيت او، صح الكلام؟ يبقى عندي 3 جيت. لا انا ممكن بقى اخدت اس 3 عامل مشترك هيبقى محتاج 2 جيت بس، واحد جيت اور واحد جيت ايه؟ اند. حاولوا بقى تتعلموا معايا الاوبتمايزيشن قدر المستطاع. هنا صحيح مفيش ابتزاز كل الالجبرا، لكن في ابتزاز بالفكره. هنا لو نفذت الدايره دي هاردوير هبقى محتاج اند جيت دي ومحتاج اند دي جيت دي، يبقى انا محتاج كام اند؟ مع واحده اور، يبقى انا محتاج كام جيت؟ طب هنا محتاج اثنين بس، واحدة اند واحدة اور، برغم ان انا ما عملتش ابتزاز. واصل كده يا رجالة ولا مش واصل؟ ده أول كوريكشن. طيب يبقى دي أما تبقى بوان الجولر اكسبريشن دي أما تبقى بوان دلالة على إن الناتج بتاعي اللي هي الكيس رقم 2 ظهور ناتج انفاليد من الايه للإف. وصل ولا مش واصل يا شباب؟ طبعا هنا الكلمة يساوي كام؟ رد عليا صفر. يعني مش هعمل الكوريكشن، البنوته مش هعمل الكوريكشن لظهورها في كلمه، لكن هعمل كوريكشن لان الناتج احد الارقام اللي وقع في الانفاليد ست. واصل يا رجاله ولا مش واصل؟ تعالى نبص للسته الباقيه. لو بصينا للسمشن هلاقي ده فاليد سمشن زيرو، فاليد سمشن 1، فاليد سمشن 2، فاليد سمشن 3. طب نعمل كوركشن ليه؟ عشان لو بصينا في الست حلقات في الخمس في الاربع حلقات دول من ايه هم؟ هلاقي ان الهاف كاري ظاهر معايا، صح الكلام؟ يبقى هنا هحصل كوركشن مش علشان الاوتبوت بتاعي فاليد، لان الاوتبوت هنا كان ايه يا جماعه؟ كان فاليد بس عملت له كوركشن. والسبب؟ اللي هو هنا واحد. يبقى اذا بالاضافه لده هنضيف على الكوريكشن بتاعي اور سي اتش، يبقى دي كوريكشن سيجنالز. ده اهي بتديني الاحتمال الاول لضروره التصحيح، واللي احنا قلناه اللي هي حاله ظهور في السمشن بتاعي رقم من ضمن الانفاليد ست. بينما الشرط الثاني ده يدلني لحالة ظهور الهفكري اللي لازم يتبعها ايه يا جماعة؟ تصفيق. يبقى أقصى قيمة كام؟ مجموع على وحالة كاري من حالة سابقة. يبقى إذا هبدأ الأرقام بتاعي أبقى أقصى رقم محتمل عندي هيظهر في البي سي دي كام؟ وأقل رقم كام؟ ها؟ صفر. يبقى هقوم أمثل الأرقام من صفر لكام يا رجالة؟ وأبدأ بقى أشوف هل هنا في مشكلة؟ لا. ليه؟ الهاف كاري بصفر والسمشن فاليد ست ولا نت؟ فاليد ست. يبقى انا هنفصل الحبه دومت، اقول دومت قدوتي، دومت اللي هقيس نفسي عليهم معايا. وانت كمان لازم تقيس نفسك على الافضل، ما تقيسش نفسك على الاقل علشان تبقى حاسس بالاطمئنان. لا، بص للافضل وحاول تبقى زيه. يبقى هنا دي الحالات الصحيحه اللي لا ينجم عنها اي كوريكشن. طيب دي حالتين، دي حالة
فيها مشكله مع العبقري لكنها في مشكله مع مين؟ مع ان الناتج يكون في الانفاليد سيت. ابدا اطابق الحالات دي زي ما اكون الفاضل هنا مقال اطابق الحالات دي بحالات هنا قال لك فحصه قال لي لا يمكن ان يجتمع الاس 3 مع الاس 1 بيساوي 1 في المنظومه اللي فوق لكنها موجوده في المنظومه اللي تحت. كما انه لن يجتمع الاس 3 مع الاس 1 يكونوا الاثنين بيساوي وحيد فوق مش موجوده بس موجوده تحت. فكان الحالتين دول بالصياغه دي. طيب هنا الحالتين دول قال لي يا عم ده الاول زي الفل. لكن هنا ايه؟ راح جاي ضايف على الحالات دي اللي ايه؟ تعالى نعمل الديزاين بتاعنا. مش همسح حاجه هكتب الديزاين ده هنا. طيب الديزاين بتاعي هيتم ازاي يا دكتور؟ هنا انا كنت في العام الماضي كنت بعمل 1 ديجيت، المره دي هعمل 2 ديجيت عشان اعرفك الهاف كان يروح فين والكلام ده. هنا انا هستعمل الادوات اللي انت تعرف. ايه اللي انا اعرفه دكتور؟ الان والاكس اور والاي سي بقى اللي بقى عندنا بقى من ضمن ادواتي. مش احنا قلنا بعد ما نصمم دايره الفور بيت ادر بالاكس اور وبالاند جيت وبالبيزك جيت هيبقى بعد كده عندي اي سي فور بيت ادر اقدر استعمله. معانا اي سي اسمه ايه؟ اسمه 74 ال اس 38 تي تي ال ده من ضمن عائله التي تي ال. يبقى عندنا الفور بيت ادر الاولاني اهو اللي هو رقمه كام يا دكتور؟ 74 ال اس 38 ده رقم الاي سي. ده رقم ايه يا جماعه؟ الاي سي ده ايه ده دكتور؟ ده 4 بت ادر اي سي 74 ال اس 83 4 بت ادر. ده اللي انت حضرتك صممته في الدايره الاولانيه اللي انا كنت رسمته لك في السيتش دياجرام في بدايه المحاضره اللي فاتت في الناحيه الشمال دي لو تتذكر. دلوقتي ايه المطلوب دلوقتي يا دكتور؟ الانبوتس بتاعته 9 انبوت متمثلين فيها يا دكتور الكاري ان وعندي 4 بت من الاوبراند الاولاني لانه 4 بت ادر يبقى 4 بت في البت الاولاني في الانبوت الاولاني اللي هو كنا بننظر A نوت ها A1 A2 A3 A3 ده الاوبراند A بس طبعا الاوبراند A لو تلاحظ ان هو ممكن عندي 4 ديجيت يبقى ايه استطيع ان انا امثل من 0 ل 0 ل 9 او من 0 لكام؟ ل 15 بس انا شغال بي سي دي يبقى هكتب من 0 لكام؟ ل 9 بس. الاوبراند B يكون في البيت ديجيت ده اللي هي البي نوت بي 1 بي 2 بي 3 يبقى ده الديجيتس الاولاني اللي هو ده بس لو انا عايز اجمع رقمين او رقمين بي سي دي مكونين من 2 ديجيت يبقى انا محتاج ايه؟ مرحله ثانيه جنبيها. طب لو انا عايز اجمع رقمين بس 3 ديجيت بس دي يبقى انا محتاج مرحله ثالثه بس احنا مش هنعمل كده هنعمل مرحلتين تكفي وانت الفكره تكبرها زي ما انت عايز. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ يبقى اذا هنا هيبقى عندي برضه هنا بي سي دي ثاني قصدي او رقم ديجيت الثاني بتاع البي سي دي برضه هستعمل اي سي اللي هو 74 ال اس 38 4 بت ادر وهنا برضه عندي 4 بت هيبقى برضه اي نوت اي 1 اي 2 اي 3 بس الديجيت اللي ايه يا جماعه؟ تاني وهنا عندي برضو 4 ديجيت يبقى اذا عندي هنا برضو عندي هنا كاري ان وعندي هنا كاري اوت هنا طبعا عندي كاري اوت وهنا عندي برضو 4 اوت اللي هو اس نوت اس 1 اس 2 اس 3 اللي كانت بتنضف اس نوت اس 1 اس 2 اس 3 يبقى اذا الاي سي ده عباره عن 9 انبوت وخمسه اوت زائد بقى واحد جراوند وواحده في سي سي. فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى اذا دي اللي هي الانبوتس بتاعها. في هنا بقى جراوند وفي هنا في سي سي طبعا الحاجات دي انت بدات تفهمها. فانا عندي كده سته سبعه مع تسعه يعملوا لي 16 رجل للاي سي ده. وصل يا شباب؟
عظيم جدا. هنا اعمل ايه يا دكتور؟ وفقا لكلامك فانا عندي حاله كوركشن اما يبقى في هنا هاف كاري. صح كلام يا رجاله؟ يبقى في حاله وجود هاف كاري يبقى دلاله على وجود كوركشن عايزه في الكوركشن سيجنالز اللي احنا جبناها دي. صح الكلام؟ عندي هنا في الاول بتاعي اس نوت واس 1 واس 2 واس 3. وقلت لي لو كان اس 3 ب 1 مع اس 1 ب 1 دلاله على ضروره الكوركشن. ولو اس 1 اس 3 ب 1 مع اس 2 ب 1 يبقى دلاله على ضروره حدوث كوركشن. يبقى اذا هاخد دي الاس 3 اهو. اند مع ايه يا غالي؟ قلت لي هاخد اس 2 واس 1 اور. صح يا رجاله؟ يبقى كده هنا ده الاس 3. صح الكلام يا رجاله؟ اس 3 ده الاس نوت ده الاس 1 ده الاس 2 ده الاس 3. خدت الاس 3 اند لان الاس 3 اند مع اس 1 اور اس 2. فخدت الاس 1 واس 2 دخلتهم على الاور جيت وناتج الاور جيت دخلته على اند. الكلام ده مالها يا شباب؟ اور مع مين؟ عرفت؟ يبقى دي الاسباب دي اللي هي الكوركتد سيجنال. كان ايه الاشكاليه يا جماعه؟ طيب حضرتك قلت لنا يا دكتور الكوركتد سيجنال دي معناها لو دي ب 1 معناها ضروري يا شباب جمع 6 على الاول بتاعها. يبقى هنا يا دكتور محتاج اعمل فول اذر تاني اللي هو 74 اللي اس 38 فور بيت اذر. بس المره دي هعمل ايه؟ انا عايز اجمع 6. يبقى دي لما تبقى بواحد هدخل السته بس بطريقه غريبه شويه. دوما لما يبقوا بواحد هيدخلوا لي على الامبوس بتاعتي اللي هي البي نوت والبي 2 والبي 1 هيبقوا بكام يا حبايبي؟ بواحد. وهنا هاخد ده مع ده واوصلهم بالجراوند. ليه يا دكتور؟ هنا لو حصل كوركشن لو حصل ان دي بقى بواحد يبقى الاور جيت دي يبقى لو حصل هاف كاري وما حصلش ان السيجنال بتاع الكوركشن دي بزيرو هيبقى في ضروره ان ده يبقى بست عشان اجمعهم على الصمشن. طيب يا دكتور لو ما حصلش هاف كاري بس السيجنال دي اللي ب 1 برضه دلاله على ان لابد ان يحصل كوركشن يبقى ده بست. طب لو حصل لو ما حصلش ده ولا ده هيبقى الرقم ده بكام؟ بزيرو. ويبقى هنا كام؟ زيرو 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 زيرو. وصل يا شباب؟ يبقى الرقم ده لن يكون 6 ابدا الا اذا كان السيجنال اللي طلع هنا بكام؟ اما اذا غيابت الحالتين هتبقى بكام؟ بزيرو. ويبقى الديجيت اللي انا جمعته بكام؟ بزيرو. واقوم واخد الاربعه ضمن وهم يدركون الدخل الفلاني. يبقى في حاله لو السيجنال دي بواحد يبقى انا هجمع على الاوتبوت 6 اللي هو الكوركشن اللي لازم تصحيحه. يبقى حاله ظهور الكاري ده او ده يعني حاله ظهور الهاف كاري او ان الكوركشن بتاعي ناتج من هنا واحد وهدي مثال دلوقتي يبقى لابد ان يحصل تصحيح. تعال ناخد المثال الرقمي اللي احنا خدناه ده واشرح اللي فاتك من الموضوع. هناخد اللي هي حاله ظهور الهاف كاري اللي هو ده اللي هي 48 زائد 29. يبقى اذا هنا ما تنساش ان هنا برضه الكلام ده مش هيقف هنا بس ده هنا كمان هتبقى صوره مماثله للي هناك دي. ماشي يا جماعه؟ طبعا هنا انا عامل مرحلتين تتناسب مع جمع رقمين هيكون اقلهم 0 0 اقصاهم 9 9. معايا يا شباب؟ لو انا عايز اجمع اكتر 3 ديجيتس يبقى محتاج مرحله ثالثه. طبعا ملاحظ معايا ان خارج الكاري من المرحله الاولى داخل على الكاري بتاع المرحله الثانيه. بينما هنا وهنا وهنا كان الكاري متصل بايه يا جماعه؟ بالجراوند بزيرو لان مش داخل معايا في الحساب. لان هنا مش بفترض ان في حاجه جايه لي من حاله سابقه، بس طبعا هنا ضروري
في كاري ممكن يجي لي من الحاله ايه 7. وصل يا شباب؟ لان هنا الدايتي معايا. طبعا لو حطيت مرحله ثالثه يبقى هاخد الكاري اللي هنا ادخله علي. لو ما كانش في مرحله يبقى ده من ضمن الريزلت. يبقى الكاري ده من ضمن ايه يا جماعه؟ الريزلت بتاعتي. من ضمن الريزلت انا هيبقى ناتج من قيمه من الناتج. قيمه من ايه يا جماعه؟ من الناتج. وصل يا شباب؟ تمام. هنا مثلا اجمع لنا 48 يبقى هنا الرقم بتاعي يبقى 0 0 0 ده الرقم الاحمر، والاربعه هتبقى هنا 0 1 0 0. يبقى الرقم الاحمر هم الرقمين الممثلين للاوبرال بايه؟ طب يا شباب يعني هنا برضه هيبقى بقى ايه؟ لو قلنا A3 يبقى هنا A4 A5. طبعا الديجيت الثاني عباره عن كام؟ 29 اللي هم عملوه بالازرق. يبقى هنا 9 وهنا 0. يبقى هنا انا استعملت اي سي جاهز موجود، لان انا مش هاممني دلوقتي ان انت تعرف الوحده المائيه بتاعته ايه، لانك انت عملتها في الدائره اللي ايه؟ الاولانيه. فهنجيب اي سي اللي هو 74 ال اس 38، ده عباره عن 4 بت ادر. وقلنا معنى 4 بت ادر معناها ان انا بجمع 2 اوبرن، كل اوبرن منهم كام بت؟ 4 بت. اللي هي الاوبرن دي ايه؟ والاوبرن دي يا جماعه بي A بلس بي، وايه هيكون 4 بت وبي 4 بت. الناتج بتاعي يبقى انا عندي في الانبوتس عندي 9 انبوت، 4 للاوبرن دي ايه، 4 للاوبرن دي بي، وكاري ان. الكاري ان نظرا انه مش داخل في التوظيف بتاعي فوصلته بقى يا جماعه بالجرام. ما ينفعش تبقى البنه ما عليهاش حاجه، لازم تاخد البنه دي يا اما توصلها بالبي سي سي يا اما توصلها بالجرام. طبعا هي واضحه انها هتكون بالايه يا جماعه؟ بالجرام. الاوت بتاعتي 5 اوت. الاوت اس نوت اس 1 اس 2 اس 3. اس نوت اس 1 اس 2 اس ايه 3، دي 4. والخامس الكاري اوت اللي هو سي اي بلس 1 اللي هو خارج من الانبوتس ده. خلاص يا رجاله؟ طيب هنا الكوركشن سيجنال بناء على الاناليسيز اللي احنا عملناها، جبنا البولين اكسبريشن دي اللي هي تناظر ظهور انفاليد نمبر في الاوت او ظهور هاف كات. يبقى اذا هاخد اس 3 اندد مع اس 2 اور اس 1. جبت الكلام ده منين؟ من هنا. اس 3 اندد مع اس 1 اور اس 2. الكلام ده اورد مع الهاف كاري، فخدت الهاف كاري دخلته على اور جيت. فاشكاليه كده يا جماعه؟ كده اصبح عندي هنا السيجنال مي بي 1 مي بي 0 الله اعلم. فتعالى نشوف هل هتبقى 1 اور 0. فهنا اما اجمع الارقام دي هنا السي ام بتساوي 0 يبقى 0 اور 0 اور 1 1 يبقى هنا 1. بعد كده 0 اور 0 مش سامعك 0 اور 0 1 اور 1 ها؟ وفي اند كاري او اللي انا بسميه يا شباب في المثال بتاعنا؟ هاف كاري. هاف كاري. ظهور الهاف كاري دلاله على ضروره الريكشن بجمع الناتج عليه كام؟ 6. يبقى نفس الناتج ولا الناتج اللي بعديه؟ نفس الناتج. خدت نفس الناتج اهو دخلته على 4 بيت ادر مره ثانيه. وصل يا رجاله هنا؟ بس هنا انا عايز اجمع عليه كام؟ 6. خدت الكوركشن سيجنال اللي هنا يبقى هنا هتبقى 1. طب تعالى نشوف ده اس 3 هنا بكام يا رجاله؟ ها؟ زيرو. ماليش دعوه بقى بعد كده لان الناتج اذا ما يخش عليها زيرو يبقى الناتج سود بي زيرو. يبقى الناتج هنا هيبقى بكام؟ زيرو. ومع ذلك هنا اديت كام؟ بزيرو. ودي بكام؟ زيرو. يبقى الاورجت خارجها كام؟ زيرو. يبقى زيرو اند زيرو از ايكوال زيرو. زيرو اند اور 1 از ايكوال 1. زيرو اور 1 لانها داخلين على ايه؟ از ايكوال 1. يبقى هنا هيبقى كام يا شباب؟ 1. يبقى هنا هيبقى كام؟ وهنا هيبقى كام؟ طب والاثنين دول متصلين بمين؟ زيرو. يبقى دي كام؟ زيرو. ودي كام؟ زيرو. اقرا كده؟ زيرو 1 1 0 0 1 1 اللي هو كام ده؟ ده 6. جماعه ده على مين؟ على الرقم اللي قال لي. انا عملت كوركشن ولا لا؟ معايا؟ انا عملت كوركشن ولا لا؟ عملت كوركشن. الناتج بتاعي هيبقى كام هنا يا دكتور؟ نجمع كده مع بعض؟ ها؟ 1. خد بالك اهو 1 مع 0 وزيرو مع الواحد وزيرو مع الواحد وزيرو مع الزيرو زيرو. ده هو السيجنال ده هيتقلب بقى يبقى هنا بورا.
السيجنال بتاع الكوركشن دي اللي هي دلاله على اما خد بالك انا ليه ما خدتش الكاري ده؟ لان هنا ممكن اما اجمع رقم في الانفاليد سيت ينتج عنه هاف كاري يتجمع على اللي بعديه فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني هنا لما نجمع على 5 6 زائد الايه؟ زائد ال 10 هيبقى الناتج صفر ومعانا 1 او لو كان في عندي هاف كاري هيروح يتجمع على اللي بعديه يبقى اذا الحالتين دول لازم يكون داخلين في الايه؟ في الحاله دي واصله يا شباب؟ يبقى انا هاخد الحاله دي هي اللي هتخش معايا ب 1 نجمع مع بعض 1 اور 0 اور 0 1 بعد كده خلاص 0 اور 1 1 اور 0 0 اور 0 تعال نشوف هل هنا حصل افكاري يبقى بكام هنا هل هنا الاس 3 بكام ب 0 طب انا اجيب واحد ودي بواحد يبقى دي بكام وهنا دي بكام فخرجها هنا كام 0 طيب 0 و 0 طبعا هنا ما ننساش في ارض اثنين ان الاثنين دول هيبقى يبقى ده بكام يا جماعه زيرو. وده بكام زيرو. وهنا دي بقى الاثنين دول لما نزلوا هينزلوا بكام زيرو هل في ضروره ان انا اعمل كوركشن لا ليه لان الهاف كاري كان بزيرو والناتج الكوركشن سيجنال كان بكام دلاله على غياب حالتين الايه الكوركشن يبقى عشان كده هجمع زيرو على السبعة هتبقى بكام يا حبايبي يبقى الناتج هنا يبقى كام 7 وهنا كام 7 واللي كان ان بكام 0 يبقى هنا 7 7 0 اللي هو الرقم بتاعي كام 7 و7 ده طبعا هيبقى اجنور ده ايه بنسميه الريتيرن كاري ليه بنسميه المره دي الريتيرن كاري لانه وارد ان يبقى كاري للمرحله اللي بعد كده طبعا لو احنا خدنا من هنا او وارد ان يكون من ضمن الناتج بتاعي لو ظهر كان يبقى انا عندي حالتين لازم يخش ضمن الجمع في الانبوت كاري في المرحله الثانيه فاهمين قصدي يا شباب حاله الهاف كاري ودي وارده لو كانت الاور دي بواحد ودي بصفر كان يبقى حافظ ان الهاف كاري داخل اهو وصل كده ولا مش داخل وصل كده او حاله ثانيه قد تصل نتيجه مين حاله الانفاليد سيت اللي عندي دي اما اجمع على سيت هيظهر عنها الكاري فبرضه هيبان في الاورجن اول ثاني صح الكلام تتاخد برضه تبقى انبوت في المرحله الثانيه وصل كده ولا مش واصل يا شباب عشان كده خدت الاوتبوت بتاع ده از انبوت للكاري ان بتاع المرحله الثانيه اما لو كنت خدت الهاف كاري بس ورحت مدخله على هناك يبقى انا خدت حد الهاف كاري وتجاهلت الايه؟ الكاري اللي ناتج من تصحيح المرحله الاولى وصل ولا مش واصل للجهاز تعال نشوف الطرح الطرح يا دكتور في البي سي دي ايه؟ كنا في البي سي دي في الباينري كان لنا حالتين وانز كومبلمنت والتوس كومبلمنت واكتشفنا مع بعض ان احنا عندنا التوس كومبلمنت هي الفعال هنا في البي سي دي سبتراكشن في عندنا حالتين ناينز كومبلمنت وتنز كومبلمنت الله بدات المفاهيم تتغير يبقى لازم اخرج من عبايه الباينري سبتراكشن والباينري اديشن لان بتكلم بي سي دي بقى عندي استبدلت الوانز كومبلمنت بالناين كومبلمنت واستبدلت التوس كومبلمنت بالتنز كومبلمنت والرولز هي هي يعني ايه يا دكتور؟ في التوس كومبلمنت كنت حضرتك بتقول لي اذا ظهر كاري اجنور ذا كاري طب والناتج صحيح موجب هنا في التنز كومبلمنت في الطرح تحديدا لو ظهر كاري اجنور ذا كاري طب والناتج ناتج صحيح موجب طب لو ما ظهرش كاري يا دكتور في التوس كومبلمنت كنا بنقول الناتج صحيح لكن في النيجاتيف فورم طب اعمل ايه هات التوس كومبلمنت بتاعه طب هنا في البي سي دي هقول لك اذا جاب الكاري الناتج سالب طب الناتج هات التنز كومبلمنت للناتج بتاعه فاهم قصدي كلمه تنز كومبلمنت واصل يا شباب اجيب ايه يا جماعه التنز كومبلمنت ناخد مساله وناخد الديزاين معاها هنتكلم المره دي على السبتراكتور او السبتراكشن تعال ناخد مثال رقمي 599 ناقص 15 دايما كنا بنقول ان الادر سيركت لازم توظف وتتحول بتعديل طفيف او مش طفيف مش قضيتي لازم تبقى جزء من السبتراكتور صح الكلام؟ يبقى اذا لازم احول الطرح الى كامل احول الطرح
هنحول الطرح الجمع ازاي يا دكتور؟ دي هي دي، بس هنا هستبدل ال 15 بال 10 كومبلمنت للرقم كام؟ 15. التنز كومبلمنت هو ان انا هطرح 10 من كل ديجيت. يعني ايه دكتور؟ لو كان الرقم بتاعي 1 ديجيت كنت المفروض، يعني لو 5 بس كنت هطرح 10 ناقص 5 والرقم اللي هيطلع ده هو التنز كومبلمنت بتاعي. تمام؟ طيب لو كان رقمين يا دكتور يبقى مش هطرح 10 هطرح 100. ليه؟ لان كان في الاصل اللي انا بقول التنز كومبلمنت هو الناينز مجموعة عليه كام يا حبايبي؟ واحد. يعني الاصل اللي انا كنت هجيب الناينز كومبلمنت الاول اللي هي مثلا لو انا عايز اجيب الاربعه التنز كومبلمنت بتاعها كنت هقول 9 ناقص 4 بكام؟ بكام؟ بخمسه. واول ده الناينز كومبلمنت واجمع عليه كام؟ عشان يبقى 10. ثم من الاول انا عايز اجيب التنز ده اعمل ايه؟ استبدل 9 بكام؟ ب 10. طب لو كان 2 ديجيت يبقى 99 هستبدلهم بكام؟ ب 100. طب لو كان 3 ديجيت؟ 1000. يبقى 99 بدل 999 هيبقى كام؟ 1000. واصل يا شباب؟ يبقى اذا هاخد الرقم ده اهو اللي هو 15 يبقى هطرحه من 100 هيبقى ده 10 ناقص 5 ب 5 وده هيبقى 9 ناقص 1 بكام؟ ب 8 وده طبعا هيبقى كام؟ 0 اللي هو بالشكل. يبقى الرقم ده هو التنز كومبلمنت للرقم كام يا حبايبي؟ 15. وصلوا على العدد ده؟ طبعا لو كان عندي بقى على حسب الديجيت 1 ديجيت بطرح 10 من الديجيت ده، يعني لو 4 يبقى 10 ناقص 4 يبقى التنز كومبلمنت للاربعه هو السته. لو رقمين يبقى بطرح 100 من الرقمين يطلع الناتج بتاعهم هو التنز كومبلمنت للرقمين دول. لو ثلاث ارقام يبقى 1000، لو اربع ارقام يبقى 10000 وهكذا. وصل يا شباب؟ وصل يا شباب؟ وصل يا بنات هنا؟ عظيم. يبقى اذا المساله بتاعتي هتتحول الى تمثيل ده في البي سي دي يبقى 5 9 9 وعملية الطرح هتتحول إلى عملية، وبدل ما أكتب هنا 15 هكتب هنا كام؟ 85. يبقى 1 0 1 0 هنا كام يا جماعة؟ 8 0 0 0 1 هنا مفيش حاجة لأن الرقم مكون من كام خانة؟ من 30. بقى إشكال جدا يا شباب؟ خلاص. وأرجع تاني بقى اتحولت من طرح إلى جمع. بي سي دي بنفس قواعد الجمع بتاع البي سي دي اللي فات. في حالة ظهور عبقري يبقى هعمل كوركشن، في حالة ظهور رقم انفاليد هعمل كوركشن. يبقى انا كل اللي انا عملته هي الفرق ما بين الاديشن في البي سي دي عن السبتراكشن في البي سي دي هو تحويل مين يا جماعه؟ استبدال السالب بالايه يا جماعه؟ عمليه الطرح يبقى عمليه جمع مع استبدال الرقم اللي بعد الاشاره بالتنز كومبلمنت بتاعه. وصل يا شباب؟ بس وبعدين اجمع بنفس قواعد الجمع بتاع البي سي دي. وصل يا رجاله ولا مش واصله؟ تعالى نجمع مع بعض. هيبقى اذا عندي هنا 1 و1 0 ومعنى الواحد 1 و0 1 و1 و1 ها في ايه؟ كوركشن. في ايه يا جماعه؟ كوركشن. ليه؟ الرقم ده كام؟ معرفوش. تجمع كده ها 1 0 0 0 ومعانا ظهر ايه؟ افكار. يبقى الافكاري وارد ان يحصل في المرحله الثانيه ولا لا؟ وارد. معايا؟ ها؟ يبقى هنا هيبقى كام؟ 0 1 1 0. يبقى الناتج هنا صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. كصحيح كرمبة. لكن كصحيح كنتيجه؟ لا. ليه؟ الافكاري. يبقى لازم يحصل عنده هو ايه؟ الكوركشن عنده هو. لان هو مصدر الافكاري ده. يبقى ده رغم ان صحته اللي انا ضفت له ايه؟ ستة. ليه؟ عشان هذا الديجيت جمعوا على الديجيت اللي فوقيه كورسبوندنج ديجيت نتج عنه هاف كاري للمرحله الثانيه، صح كلام يا رجاله ولا لا؟ يبقى ده يعتبر مشكله اللي هو ما بين قوسين هاف كاري.
معايا رجاله ولا مش معايا؟ يبقى دي هنا رحت ضايف كوريكشن. طب ده انفاليد ست في المرحله الاولى اهو، يبقى ده يعتبر برضه 0 1 1 0. طبعا لو نتج من هنا كاري مش هعمل ايه يا جماعه؟ مش هعمل ايه؟ هجمعه ومش هعمل ايه؟ كوريكشن زي ما اتفقنا معاك. نجمع كده يا جماعه، ها؟ 0 ها؟ 0 معانا؟ اهو. 1 1 1 1 ومعانا؟ 1 1 و0؟ 0 معانا. وصل كده يا رجاله؟ ها؟ 1 1 و0؟ 1 1 و1 و0 و1؟ ها؟ 0 معانا 1 0 1 1. اجي افرح كده 9 ناقص 5 4 9 و1 وهنا المفروض الرقم اللي هيطرحه هنا 15 لو بالشكل ده عشان عندي 3 ديجيت فبنزل شباب من غلط 3 يبقى هنا هيبقى معايا هنا بدل ال 100 هيبقى كام يا حبايبي؟ 1000 اللي هو هنا المفروض 3 ديجيت يبقى اللي ينزل كام؟ 3 ديجيت لان هطرح 5 من كام؟ من 0 فبنزل شباب يبقى هنا هيبقى عندنا ده كمان هيبقى كام؟ 9 ده اللي هيبقى 0 فهنا في 9 انا اسف تاني 599 ناقص 15 صح الكلام؟ انت كان في ذهنيا عندك كهاردوير هيبقى عندي كام مرحله؟ ثلاثة يبقى المرحلة الثالثة المفروض احط فيها صفر ولا مش احط فيها صفر؟ احط فيها صفر عشان كده انا غلطتي هنا ان انا ايه؟ البرمجة الذهنية بتاعتي الأصفار على يمين الرقم ما يأثرش في القيمة صح الكلام؟ لكن كهاردوير معمول حسابه ولا مش معمول حسابه؟ اتفضل يا حبايبي حساب يبقى اذا يخش في التنزل كومبلمنت ولا ما يخشش؟ وصل الحته دي يا شباب؟ فهنا انا لقيته وده كان خطا معايا يا شباب؟ يبقى هجيب التنزل كومبلمنت في 3 ديجيت مش في كام ديجيت؟ مش في 2 ديجيت. وصل كده يا شباب؟ عرفت السبب؟ يبقى هنا عندنا 10 من 5 5 9 من 1 8 وهنا هيبقى 9 وهنا هيبقى كام؟ 6. يبقى الرقم بتاع التنزل كومبلمنت هيبقى كام؟ 985 اللي هو التنزل كومبلمنت بتاعه كام يا جماعه؟ بتاع 15. واحد زائد واحد زائد واحد بواحد ومعانا الواحد واحد واحد واحد. كده برضه يبقى هنا في ايه يا جماعه؟ تصحيح. تعالى نجمع. وصل كده يا رجاله؟ اتفضل يا حبايبي. يبقى هنا عندنا اول رقم هنصححه، ثاني رقم نتيجه الافكار هنصححه، الرقم ده كمان هيصحح عشان ده ايه يا شباب؟ رقم بره الفاليد ست. معايا يا شباب؟ خد بالك في الطرح وجود الكاري هعمل له ايه؟ اجنور، مش هيخش ضمن الريتيرن كاري زي ما اتكلمنا في الايه؟ في الجامع. لان احنا قلنا القاعده في التوس كومبلمنت ظهور الكاري دلاله على الرقم ايه؟ موجب، واعمل دروب للايه؟ للكاري. التنس كومبلمنت هي نفس الايه؟ القاعده. تعالى نجمع جماعه دي خلاص هل ظهر كاري معانا؟ يبقى هنا واحد بكام؟ فين؟ 1 1 0 معانا الواحد، 1 1 0 معانا الواحد، 1 1 0 معانا الواحد، و1 و0 بكام؟ بواحد. يبقى هنا الجمع هنجمع طوالي، ها؟ 1 1 1 0 معانا الواحد، 1 1 1 1 هنا ظهر ايه يا شباب؟ كاري. ده هعمل فيه ايه؟ طب الناتج موجب، يعني مش محتاج اجيب الايه؟ النيجاتيف فورم بتاعه. مش محتاج اجيب له ليه يا جماعه؟ نيجاتيف 4. طب كام ده؟ 4 ها؟ 8 ها؟ 5 5 اللي هو ايه يا جماعه؟ ناتج عمليه الطرح. ناتج عمليه ايه يا جماعه؟ الطرح. ناتج عمليه ايه يا جماعه؟ الطرح. يبقى اذا في السبتراكشن وطبعا هشوف هنعمل ايه هاردوير دلوقتي في السبتراكتور كل اللي هيحصل هشوف الديجيتس اللي عندي المتوفره عندي كام مرحله كده يا رجاله؟ ترد عليا؟ ثلاثة. يبقى هجيب التنز كومبلمنت للرقم المتبوع بإشارة السالب وأحول الطرح إلى جامع. طيب أجيب التنز كومبلمنت إزاي؟ عندي كام مرحلة قلنا؟ يبقى أطرح من كام؟ يبقى 1000 ناقص 15 يطلع بكام؟ 985. يبقى 985 هو التنز كومبلمنت لرقم 15 واحول عمليه الجمع الى عمليه الطرح الى عمليه جمع وامثل ال 15 بمين؟ 985. وصل يا شباب؟ جمعت هنا حصل كوريكشن لانها انفاليد ست
هنا حصل كوركشن لان ناتج عنها هاف كاري للمرحله اللي بعدها وعملنا كوركشن هنا عملنا كوركشن عشان وصلنا لحاله انفاليدس وجمعنا طلع عندنا الناتج ايه كاري وطبعا كان لابد ان يكون الناتج كاري ليه لان رقم موجب كبير طرحت منه رقم سلبي ما لازم الناتج موجب عشان كده المؤشر لازم يكون ايه موجود الا وهو ظهور الكاري طب اعمل فيه ايه هذا الكاري ليس ضمن الناتج على عكس عمليه ايه يا جماعه الجامع اللي احنا قلنا الكاري ده يعتبر ريتيرن ايه كاري لان لو ما دخلش مرحله ثالثه يبقى جزء من الايه من الناتج وصل يا رجاله الرجاله واصله عشان نشوف الهاردوير هيتم ازاي طب يا دكتور ممكن تلخص لنا الكلام ده يعني اطرح 599 من 15 ليه عشان تظهر لنا الحاله الثانيه اللي هي ايه ان الرقم يكون سالب ان الناتج يكون ايه سالب وايه كمان يا دكتور ويكون الكاري بيساوي كام ها زيرو اقول لك ينفع تعالى نعملها وبعد كده نخش على الهاردوير تعالى ناخد الحاله الثانيه ونبدا بالامبلمنتيشن في المحاضره المقبله بمشيئه الله عز وجل اول حاجه هيبقى الرقم عندي اللي هطرحه 15 ناقص 900 599 طبعا هنا هكتبها بسرعه اولها عشان اعرفك ان الرقم ده هيكون بكام ب 15 يبقى اذا انا هحول الكلام ده لجمع بس اجيب ايه بقى يا جماعه التينز كومبلمنت رقم 500 ب 599 اجي على الهامش كده وجاي طارح 1000 من ناقص 599 يبقى ده 10 معانا الواحد دي طبعا هتبقى 9 دي طبعا هتبقى 9 ودي طبعا هتبقى 0 طبعا الزيرو ده مش هكتبه لان انا عندي كام ديجيت يا جماعه؟ عندي 3 ديجيت كام ديجيت؟ 3 ديجيت يبقى الرقم الاولاني 15 0 1 5 599 يبقى هنا 5 طبعا لا غلط طبعا 401 اهو 400 اللي هي هيبقى التنسيك كومبلمنت بتاع اللي هو 401 يبقى هنا 4 0 1 وعمليه الطرح هتتحول لعمليه جمع كل اللي انا عملته ان انا جبت التنز كومبلمنت لل 599 اللي هو طلع 401 اجمع عادي 1 و1 0 ومعانا 1 1 1 0 في مشكله دي؟ لا انا مش هحولها مش هعمل لها كوركشن ليه؟ ناتج صحيح وما حصلش هاف كاري تعال نكمل هات 1 0 0 0 في كوركشن في دي؟ لا لان الرقم صحيح ما حصلش فيه حاجه واقع بالبلد 6 وما حصلش هاف كاري طيب هنا في كوركشن هنا يا شباب؟ لا طيب ايه اللي لاحظته؟ الان كاري بزيرو يبقى ما ينفعش اخد الكاري الانبوت ده الريزلت ده اهو واجيب منه الفاليو لان احنا قلنا القاعده بتقول ايه؟ اذا ظهر كاري دلاله على ان الناتج صحيح موجب ويبقى الفاليو على طول عشان كده قلنا ان الناتج بتاعنا هيساوي كام؟ 4 8 ها 5 اللي هو 548 او 584 صح الكلام؟ صح طب هنا بقى ينفع اقول ان الناتج بتاعي 6 1 4 لا ليه؟ لان ده الاند كام؟ كام؟ يبقى دي الصوره سلسل. يبقى لازم اعمل لها تنز كومبلمنت يبقى ده يتعمل له التنز كومبلمنت التنز كومبلمنت الرقم بتاعنا ده 6 1 4 اطرحه من كام يا حبايبي؟ ها؟ رد عليا يبقى هنا 10 من 6 و9 من 1 وهنا 9 من 4 كام؟ 5 اللي هي لو طرحت ده هتلاقي سالب 504 وكام يا حبايبي؟ 80 يبقى ده التنز كومبلمنت بتاعه هيبقى بالشكل ده اللي هو 0 1 0 1 وهنا هيبقى 8 وهنا هيبقى الرقم 4 بس ما تنساش الرقم ده وذ نيجاتيف ساين
سالب وز نيجاتيف ايه ساين اللي هو سالب 584 يبقى القاعده اللي احنا قلناها في الوانز كومبليمنت التوز كومبليمنت هي ثانيه في التينز كومبليمنت من تاني اللي هنعمله عشان نكتب السيشن بتاعنا يبقى هنا احنا بنتكلم دلوقتي على السبتراكشن نتكلم على ايه يا جماعه على السبتراكشن سبتراكشن باستخدام بي سي دي يبقى بالبي سي دي يبقى لها قواعد انسى التوز كومبليمنت لانه مش شغال باينري سبتراكشن شغال ايه بي سي دي سبتراكشن يبقى هيستبدل الوانز كومبليمنت بالناينز كومبليمنت والتوز كومبليمنت بالتينز كومبليمنت وصل يا رجاله ولا مش واصله طيب التينز كومبليمنت هو ايه هو ان انا اطرح 10 من الديجيت ديجيتين تو ديجيت يبقى 100 من الديجيتس 3 يبقى 1000 اطرح منهم الايه الديجيتس وصل يا جماعه واستبدل عمليه الطرح الى عمليه جمع وتتحول المساله بتاعتي من طرح الى جمع باستخدام البي سي دي بنفس قواعد الكوركشن اللي هي ظهورها افكاري اعمل كوركشن ظهور انفاليد سيت اعمل كوركشن وصل يا رجاله طيب المؤشر الثاني في الطرح بهمل الكاري على عكس الجمع اللي الكاري اند كان بتاعها بيتم الكاري داخل في الناتج وصل يا شباب لكن في الطرح بعمل فيه ايه؟ اجنور بس له دلاله ان الناتج في صوره الموجبه هات قيمه الناتج مباشره وصل يا رجاله؟ طيب هنا غياب الكاري دلاله على ان الناتج صحيح لكن بالصوره طب انا عايز قيمته اولها للتنزل كومبلمنت مع اضافه نيجاتيف ساين